يا اهلا بكل حضراتكم في الفقره ما قبل الاخيره، لان ان شاء الله الفقره الاخيره او الجزئيه الاخيره من حلقه النهارده، واللي اكيد هتنضم لنا فيها نهاوند، هنتكلم بقى من خلالها او هنطرح بقى من حضرات من خلالها يعني اجابات حضراتكم ورؤيتكم لسؤال السوشيال ميديا. عموما الفقره دي هنتكلم فيها عن منتخب مصر لكره القدم للصم، واللي الحقيقه حقق انجاز جديد بتاهله لاولمبياد البرازيل. تحديات وطموحات كتير جدا للمنتخب اكيد هنتكلم فيها مع ضيوفنا اللي منورينا، كابتن فؤاد عبد الصمد عضو اللجنه المشكله لاداره كره القدم للصم، وسعيد انور مكاوي حارس وكابتن المنتخب. صباح الخير عليكم، منورين الدنيا. اهلا بيك سعيد، نورنا. اهلا بيك، اهلا بيك. في البدايه عايزين نعرف من حضرتك يعني بدايه كده قوام هذا المنتخب، يعني نوعيه اللعيبه اللي موجوده فيه، وهل هم يعني انتوا اللي اكتشفتوهم ولا هم اللي تقدموا لجهه ما في وقت من الاوقات لغايه لما انتوا شكلتوا منهم الفريق؟ لا، الكلام ده بقى له اكتر من 25 سنه. بدايه الدوري عملنا دوري ليهم، وبعد كده كان في بطولات خارجيه ابتدينا نشترك فيها. كانت اول بطوله في البطوله الامم العربيه في الاردن، كنا واخدين محققين مركز ثالث. كان المدير الفني للمنتخب، وبعد كده التصفيات الافريقيه، وبعد كده المؤهل كاس العالم، ودخلنا كاس العالم وخدنا حققنا مركز ثاني، وبعد كده مركز خامس، وبعد كده اولمبياد رابع وثالث، وبعد كده يعني ثالث امم افريقيا، والتاهل لاولمبياد الصم في 22 ان شاء الله. بس انا مش المدير الفني، لا، كابتن شوكت من الصم. دي طبعا تحاول ان كان يعني احنا كنا بنعد كوادر ان هم يعني اللعيبه طبعا زيهم زي الاسواق بالظبط، بنقدم كوادر ان هم يتاهلوا مثلا ياخدوا دورات تدريبيه، لان دي حاجاتهم مستقبلا بتبقى ليهم. يعني اي واحد طموح بيبقى لاعب، بعد كده يبقى مدرب، بعد كده مدرب نادي، بعد كده مدرب منتخب، فبنساعدهم في حاجه زي كده. والحمد لله اول تحقيق للاعب مثلا منتخب مصر كابتن شوكت النجار ان هو بقى صعد يبقى مدير فني. كان في اولمبياد 2017 كان مدرب عام، السنه دي في امم افريقيا مدير فني منتخب مصر. جميل، بس اكيد يعني فكره التاهل للاولمبياد يعني وراها بقى رحله شقه زي ما بيقولوا وكفاح. عايزين برضو نعرف من كابتن سعيد كده يعني رؤيته هو لمشوار التاهل للدوره الاولمبيه. هلا فؤاد سعد، هو كان في معسكر في ثلاث شهور. هو بيقول لحضرتك ان هو في المعسكر في المركز الاولمبي للمنتخبات، المفروض ان احنا بنعد ثلاث شهور، بس الاتحاد او اللجنه البارالمبيه اخروا خلاها شهر واحد. هو بيقول لحضرتك يعني هو اتاخروا في الاعداد بتاعهم على اساس ان كان الدوري متاخر بسبب عدم دعم وزاره الشباب ان هو نبدا الدوري فيه. الحاجه الثانيه ان هم كان في طبعا عشان ما فيش دوري ابتدوا يجيبوا لعيبه كثيره وعملوا اختبارات لمده اسبوعين، وبعد كده يعني اتمرنوا ساعتين. هو دلوقتي الثالث، هو يعني طلع الثالث، هو على طول الاول، عشان كده طلع الثالث ما طلعش الاول. هو كان المفروض لو في تدريب ثلاث شهور او معسكر ثلاث شهور كان طلع الاول. بيقول لك يعني اي معسكر في الاولمبياد او اي حاجه بالنسبه للاسواق بيبقى سنه، احنا شهر واحد فما كانش الاعداد كافي يعني. هو بيقول لحضرتك يعني هل يعني الكلام ده للمواقعين بس ان هم يعسكروا فترات طويله، والصم لا، احنا كلنا عالم واحد كمصر. وبيقول لك يعني الاسباب اللي هي ادت ان احنا نطلع ثالث هو المؤخر. بس هو يعني وجهه نظره محترمه فعلا، عندك حق حقيقي، لان في الاخر المصلحه واحده، احنا بنلعب باسم مصر في نهايه المطاف. باسم مصر يعني كلامك مظبوط، كلامك صحيح. طيب بالمناسبه يعني هل مثلا تواصلتوا مع وزاره الشباب والرياضه حوالين النقطه دي بصفه خاصه؟ هقول لحضرتك على حاجه، يعني انا تعبت بجد، يعني بقى لي 25 سنه هو ما فيش تغيير. احنا للاسف لحصلنا
معاقين ان هو بيعملوا لنا نظام ولائحه والحاجات دي ولا حصلنا اسواق. احنا هو الصم مش مندرجين تحت نفس البنك؟ لا هو المفروض ان احنا مسؤول مستقله. لا هو يعني احنا لينا رياضاتنا الخاصه بس الشعار كله المسؤول عننا اللجنه البارالمبيه المصريه تمام. وطبعا والوزاره اللي بتدعم، فطبعا هو اهتمامهم بالمعاقين وفي المعسكرات برضه على قد دعمهم يعني. اصل لو جبنا الوزاره فلوس ما هيعسكرونا 3 شهور 4 شهور، بس برضه الدعم من الوزاره بيبقى ضعيف. حتى مثلا ان انا ابدا دوري يعني 10,000 جنيه لكل نادي وما جوش يعني تمام. يعني 10,000 ما يكفيش ان انا ابدا دوري، فالانديه كلها متذمره. بيقول لك انا يعني هبدا ازاي؟ برضه فرصه، لان اكيد حضرتك اكيد لاحظت ان في الفتره الاخيره الى حد كبير في امور اتطورت في رياضات مختلفه، وما عنديش شك الحقيقه ان ممكن القائمين على وزاره الشباب والرياضه ولا سيما السيد الوزير شخصيا، يعني لو بالصدفه حد من الوزاره بيتابع حتى فقرتنا دي يبقى شيء لطيف جدا. برضه عايزين نعرف من كابتن سعيد يعني من المنبع بقى، يعني انت ايه تاني شايف ان هو محتاج يتظبط في الفتره اللي جايه الى جانب النقطه اللي اتكلمنا فيها؟ يعني زعلان ليه؟ هو زعلان ليه يعني؟ افريقيا لما جم مصر بيقول لك ان ما فيش حد يستقبله من مجلس الاداره بتاع اللجنه البارالمبيه. يعني ان حد من الوزاره حتى ما جاش يستقبلهم. الوزير ممكن ما يكونش عارف ولا حاجه، مسؤول مفروض ان هو يبلغ الوزير او اي حاجه. بيقول لحضرتك يعني احنا كان انجازاتنا كصم بوك كمنتخب كره قدم صم عين تاني كاس عالم وخامس كاس عالم اولمبيات وتاني تالت اولمبيات. بيقول لك ان ولا مره حد من الوزاره او مجلس الاداره جه مستقبلونا. يعني اتمنى ان الفتره الجايه الوضع ده يتغير يعني. بيقول لك هل مثلا الوزاره او وزير الشباب والرياضه هل هو يعني قائم ان هو يمضي على القرار بس ان قرار السفر للوزاره، ولا ان هو المفروض بيبقى عارف مثلا زي ما هم بيشوفوا ان هو يعني ايه بيهتم بالاسواق بيهتم بالتسم بيعمل بيهني؟ انا عايز اقول له يعني بحكم متابعتي للي حاصل، بحكم ان احنا برنامج رياضي طبعا وكل يوم والتاني حتى بنتابع ونوافي مشاهدينا بالمستجدات المتعلقه بالانشطه الرياضيه المختلفه. فالحقيقه الفتره الاخيره كان في مجهود كبير من الوزاره والسيد الوزير على عده اصعده. اتمنى ان الكلام ده يشملكم الفتره الجايه ان شاء الله. لحضرتك يعني هم بيشوفوا ان اهتمام ما هو ده عارف اللي هم بيضايقهم ان اهتمام الوزير بالاخرين كويس بالنسبه للرياضيين. طب السوم بيقول لك حتى فين يعني يجي يسلم علينا؟ لا ان شاء الله ان شاء الله الوضع ده يتغير لان هو يستحق يتغير يعني. حفله بيقول لك يعني المفروض ان التكريم والحاجات دي لازم يكرمهم. لا وانتوا ابطال وفي الاخر بتشرفونا وبتشرفوا البلد وبترفعوا علم مصر في اي بطوله دوليه بتشاركوا فيها يعني. بيقول لحضرتك يعني احنا كشغلنا وكلعيبه وكل حاجه بنطلع وبنرفع علم مصر طبعا. هم فين بقى؟ احنا شغلنا تمام، هم شغلهم فين؟ لا ان شاء الله هتشوفوا الفتره الجايه. طيب انا عايز بس يعني ايه نتعدى بقى النقطه دي عشان برضه يعني الوقت ما يسرقناش، عشان لسه في حاجات كتير عايزين نتكلم فيها برضه. يعني مبدئيا انا عايز اسال حضرتك يعني ان شاء الله الدوره الاولمبيه المقبله اللي هيشارك فيها منتخب مصر للصم بتضم كام لاعب في كام رياضه مختلفه؟ لا هقول لحضرتك على حاجه، الاولمبيات بالنسبه للصم بتضم زي الاسواق بالظبط 18 لعبه اولمبيه. نفس الرياضه نفس السيستم قوه وطايره وسباحه ووجود جميع الالعاب اللي هي 18 لعبه اولمبيه بالنسبه للصوم 18 لعبه اولمبيه. احنا كمصر بنشترك بكره القدم بس لان ما فيش اي نشاط للصوم قائم غير كره القدم بس. اوكي. لان طبعا عشان الدعم المادي. اوكي. طيب برضو عايز اساله على يعني اصعب مباراه عموما خاضها هو يعني ايه حارس عارين الفريق وكابتن المنتخب، يعني اصعب مباراه او اصعب بطوله شارك فيها من وجهه نظره كانت ايه؟2012 كان بطولة كأس العالم، كان صعب وكان كان أول مرة اشترك في كأس العالم. هو ما عرفش لسه، احنا كنا داخلين جديد كأول مرة، كان يعني مباراة ودية ما فيش وحاجات لسه كنا
هو بيسافر الشعب تعتار. كنا مسافرين في رمضان هو بيقول لك يعني كلنا يعني كفريق اتفقنا ان احنا نحقق ان البطوله ولا حاجه تعب ابدا. بيقول لك ان احنا نكسب بيبقى صعب قوي. لا لا لازم دلوقتي بقينا تاني على العالم. وبعد كده ده في 2012، بعد كده اولمبياد 2013، وبعد كده اولمبياد 2017 كان كله جامد. ماتش اختار ماتش واحد كان صعب. كوريا كان ماتش اوكرانيا وكان واقف فيه اوكرانيا، ماتش اوكرانيا في اللي هو 2017 اولمبياد 2017 كان في تركيا. جميل. انا بس عايز استاذنكم للحظات، هنروح بس ان طبعا النهارده بيواصل النادي الاهلي تدريباته استعدادا للمرحله اللي جايه ان شاء الله، اللي اكيد بتشهد خوض الفريق ل يعني مباراه الذهاب في دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا شهر اكتوبر المقبل ان شاء الله. هستاذن حضراتكم بس نتعرف على تفاصيل اكتر عن تدريبات الفريق مع مراسلنا العزيز وزميلنا العزيز فاروق صلاح. فاروق صباح الفل عليك، اتفضل احنا سامعينك. صباح الفل عليك يا كريم، وطبعا بصبح على كابتننا الكابتن فؤاد عبد الحميد والكابتن سعيد انور، وطبعا بقول لهم منورين البيت الكبير وقناه النادي الاهلي، وطبعا كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل يا كريم زي ما انت قلت الفريق بيستأنف تدريباته اليوم بعد يعني المباراه الوديه اللي خاضها الفريق بالامس امام فريق الغابه، وانتهت بفوز النادي الاهلي بسبع اهداف نظيفه. النهارده الفريق استأنف تدريباته، وتدريب استمر لمده 45 دقيقه، ده في تمام الساعة التاسعة وانتهى في تمام الساعة العاشرة الا ربع. طبعا كان في بقى مجموعة اللاعبين اللي شاركوا باللقاء الودي الامس، يعني كان فيهم مجموعة من اللاعبين الناشئين، مستر بيتسو موسيماني ده يعني في العمل استشفى، يعني في استشفى للعيبة اللي شاركت بصورة يعني اكثر وقت ممكن في المباراة، زي رامي ربيعة ومحمود وحيد وعبد القادر. طبعا المجموعة الناشئين اللي شاركت في اللقاء مستر بيتسو موسيماني اشاد باللعيبة، وانا برضو من خلالك يا كريم يعني عايز اشيد بالدور قطاع الناشئين في النادي الاهلي الكابتن خالد بيبو، واللي قبل الكابتن خالد بيبو برضه عشان نكون منصفين ان نوعيه اللاعبين الموجودين من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ومستر بيتسو موسيماني اتكلم في هذا الامر، عندنا نوعيه لاعبين بتلعب في اكثر من مركز، ودي يعني الامور الفنيه اللي بيشتغل عليها قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ان لاعبي النادي الاهلي لازم يلعب في اكثر من مركز. دي من النقاط اللي اشاد بيها مستر بيتسو موسيماني. طبعا عايز اطمنك ايضا على حاله المصابين، النهارده التدريب شهد عوده طاهر محمد طاهر وكهربا، يعني بعد حصولهم على راحه للشعور باجهاد في العضله الخلفيه، فمستر بيتسو موسيماني طبعا كان يفضل انه يدي راحه للاعبين. الدكتور احمد ابو عبله يعني تابع البرنامج التهيلي اللي كان موضوع ليهم النهارده انضموا للتدريبات. عايز اطمنك ايضا على حسين الشحات وياسر ابراهيم اللي خلاص هيلتحقوا بالفريق عقب طبعا مستر بيتسو موسيماني والجهاز الفني منح للاعبين راحه لمده 3 ايام، هتكون الخميس والجمعه والسبت اجازه، والفريق هيستأنف تدريباته يوم الاحد ان شاء الله، يبقى هيكون في رسات تمام الساعة 4 عصرا مع بداية انطلاق التدريبات. طبعا هينضم حسين الشحات وياسر ابراهيم اللي خلاص يعني اقدر اطمنك عليهم. ايضا بالنسبة لبيرسي تاو وخلاص في المرحلة الأخيرة من مراحل التأهيل الموضوعة من الجهاز الطبي لبيرسي تاو، تقدر تقول ان هو خلال اسبوع بالكتير ان شاء الله يكون موجود في التدريبات الجماعية. طبعا يا كريم انت تطرقت لنقطة في غاية الأهمية وهي مباراة الدور التمهيدي للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. النادي الأهلي طبعا حامل اللقب في آخر نسختين، هيلتقي مع فريق حرس الوطني ببطل النادي. طبعا التنسيق بيتم من الان طبعا، والتواصل مع معالي السفير نبيل مكي سفير جمهوريه مصر العربيه لدى النيجر، اتصالات مستمره من النادي الاهلي، المسؤولين في النادي الاهلي الكابتن سيد والكابتن سمير عدلي، ايضا توفير بعض المباريات لفريق الحرس الوطني. المستر بيتسو موسيماني عايز يتفرج على بعض المباريات لفريق الحرس الوطني في الدوري النيجر، وايضا المباراتين اللي خدهم في مع بطل بوروندي، يعني لو في امكانيه ان هو يحصل على هذه المباريات انه يتابع الفريق. طبعا كل الاجراءات الخاصه بالسفر الامور دي كلها بتتم على افضل ما يكون من جانب النادي الاهلي. تقدر تقول يا كريم ان الفريق خلاص مستر بيتسو موسيماني في كلامه مع اللاعبين بينبه للاعبين احنا داخلين على مرحله مهمه جدا، المرحله القادمه انك تدافع على لقبك امر مهم جدا، الحوافز وتجديد الدوافع للاعبين للحفاظ على اللقب باذن الله. زي ما قلت لك يا كريم الفريق خلاص راحه 3 ايام، هيستأنف تدريباته ان شاء الله يوم الاحد. انا موجود معاك يا كريم لو في اي استفسار او اي تساؤل. ما فيش ولا استفسار ولا تساؤل فيه، بس كل الشكر ليك زميلنا العزيز فاروق صلاح، نورت الدنيا وصباح الفل عليك، ونشكرك على التغطيه المميزه دي. معلش عطلناكم شويه بس كان لازم برضو نعرف ايه المستجدات يعني. نرجع برضو يا كابتن فؤاد، ويعني عايز اسال حضرتك يعني بحكم بقى موقعك وخبرتك الطويله جدا مع يعني المنتخب ومع الصم بصفه خاصه،
هل في صعوبات تانية بتواجهوها كقائمين على المنتخب الصم الى جانب فكره التواصل؟ لان حتى حاسس ان ما فيهاش مشكله يعني على الاقل بالنسبه لحضرتك واكيد بالنسبه لبقيه القائمين. في مشاكل تانية يعني، هل بيحتاجوا تواصل نفسي مختلف عن التعامل مع، او تعامل حتى مختلف عن التعامل مع الناس اللي ما عندهمش المشكله دي؟ لا 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 عادي، هم بل بالعكس هم يمتازوا عن اللعيبه الاسواق ان هم ربنا عوضهم بحته الرؤيه الزياده يعني. سبحان الله يعني. الله. طبعا فدي طبعا اللاعب الكره بيبقى محتاج لها اكيد اكيد، فدي بتخليه يفوق عن اللاعبين الاخرين. اكيد. جميل جميل. طيب كابتن سعيد بيحلم بايه؟ نفسه في ايه؟ انت نفسك بتحلم بايه؟ عاوز ايه؟ بقول لك يعني نفسهم ان هم يقابلوا وزير الرياضه ويكرمه، ويقابلوا سياده رئيس الجمهوريه سياده الرئيس السيسي. بقول لحضرتك ان يعني اكتر واحد بيدعمهم وبيحبهم جدا احمد ابو هشيمه، المهندس احمد ابو هشيمه. على طول. بيقول لحضرتك يعني على طول كان لما احنا بنروح له كان يجي قبل ما نسافر على طول، كان بيلعب معانا مباراه وديه، وبعد كده لما بنيجي بيدينا مكافئات ويعني بقول لحضرتك ان سبب ان يعني المنتخب ان هو بيحب بمكافئات الناس بتاعت الباشمهندس احمد هشيمه فبيديهم دفع. بقول لك اكتر واحد بيساعد الصم من دعم معنوي ومادي الباشمهندس احمد هشيمه. جميل جميل منه، ربنا يكرمه يعني. لا حاجه محترمه يعني. اقول لحضرتك على حاجه، انا ما يعني ما لقيتوش في حاجه، كان يجي قبل ما نسافر كان يجي يتمرن معانا ويجي ويرفع من ناحيهم ويقول لهم لو فزت هعمل لكم كذا وديكم كذا. شيء جميل منه وشيء محترم جدا يعني. وطبعا اكيد مشكور على هذا الامر، واتمنى ان شاء الله ان احنا في اول لقاء لينا بعد كده يكون يعني ايه الحاجات اللي هو كابتن سعيد عنده تحفظات عليها او الحاجات اللي مضايقاه تكون اتغيرت. تمام ان شاء الله ان شاء الله. بقول لحضرتك يعني احنا هدفنا ان احنا الاولمبيات مهمه جدا بالنسبه لنا، واحنا احنا مستنيين منكم كتير ان شاء الله، وباذن الله ربنا يقدركم وتشرفونا وترفعوا رايه مصر فوق باذن الله. نورت الدنيا يا كابتن سعيد، انبسطت جدا بوجودك معانا النهارده، واكيد سعدنا برضو بوجود حضرتك كابتن فؤاد، ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله باذن الرحمن نلتقي بكم وانتم راجعين من الدوره الاولمبيه يعني مكسرين الدنيا. كل بطوله ان شاء الله. ان شاء الله. نورتونا، شكرا جزيلا لوجودك معانا النهارده. ان شاء الله. شكرا لحضرتك كابتن فؤاد، نورتوا الدنيا كلها، بشكرك شكرا جزيلا. هنستاذنكم يا حضرات، هنطلع فاصل سريع ونرجع بقى انا ونهواند عشان نشوف حضراتكم رديتوا على سؤال السوشيال ميديا وقلتوا ايه. فاصل ثم عوده، اتفضل.